لو الحكاية فيها إن فيجو هاني واحد يفتح الكيس واحد يفتح الكيس مش احنا اللي هنا ضايعين اسامة عايز اخد فكرة بس عن المشروع ده بس يوم النهاردة. هو المشروع الكنيسة الانجيلية كان اقترحت يوم النظافة ويوم رفع المخلفات من المنطقة اللي موجود فيها الكنيسة الانجيلية في شارع اليكن، فتم التنسيق مع القس مدحت راعي الكنيسة بالاشتراك مع الشباب من المدارس ومجموعة عمال النظافة تحسين البيئة من الحي زائد مجموعة الصيانة. احنا نقوم بعمل نظافة للمنطقة المحيطة ونقوم بعمل دهانات للعبارات المسيئة اللي على الأسوار المدارس والمصالح الحكومية والمباني، وطبعا نتمنى ان دي تكون بادرة طيبة يبتزى بها في الفترة القادمة، وبنحط ايدينا في ايدين اي حد يتعاون معنا، وبنشكر راعي الكنيسة القس مدحت على هذا المجهود، ونتمنى المزيد من العمل والجهد لنظافة مدينتنا ونظافة حي فيجو.